قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. الرياضية دائما جديدة ومتجددة. نعم، وهو كذلك زميلي ياسر، لكن قبل ذلك نعرج أولا على أخبار المنتخب الوطني، حيث يعاين اليوم الناخب الوطني كريستيان غوركيف بمصيره عاصمة ليزوتو، يعاين ملعب سيتسوتو والذي سيحتضن المباراة الثانية للخضر بالتصفية المؤهلة لكان 2017 أمام منتخب ليزوتو ما بين 4 و 6 سبتمبر القادم، حيث يقف الناخب الوطني على مدى جاهزية ترضية الميدان وكذا مرافق الملعب. يذكر أن المواجهة هذه هي الأولى في تاريخ المنتخبين الجزائري ومنتخب ليزوتو. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.